السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان. اليوم درسنا بسيط بيحكي عن كيف نعمل شبكة عشان تساعدنا في الرسم. فعليا الشبكة ما بتظهرش في الرندر أو بتظهرش لما أنا بدي أجي أصدر فيديو أو بدي أصدر صورة. بكل بساطة بجي من قائمة فيو بعمل إيش؟ إنيبل للجريد. زي ما أنتم شايفين ظهر عندي هيك شكل شبكة بس عشان تساعدني في الرسم بس مش أكتر. فأنا باجي من الفيو هياتها موجودة هان كنترول و اتش و جي. من هنا الجريد سيتنج بقدر انا اغير الاعدادات، بقول لي هان قديش بدك البكسل، المربع تاع البكسل اللي هنا بقول له 20 في 20، لا بدي اياه مثلا نقول 50 في 50، بقول له اوكي. هيات كبر شكل الشبكة، ممكن انا اغير فيه، اقول له اعمل لي اياه نظام ايزومتريك، طلع كيف بغير لي الشكل. هذا كله بيساعدني كل الشغل هذا في الرسم، وبلزمني كتير بكرة لما بدي اجي ارسم اي شخصية او اي شكل بدي اياه. بكل بساطة بعد ما اخلص انا رسم كيف بدي اشيلها، باجي من هنا فيو بشيل الصح او بضغط كمان مرة كنترول جي بشيل لي اياه. هيك خلص درسنا، ويعطيكم الف عافية.